السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. ونواصل مع سلسلة من أجل ثقافة علاجية، وهذه الأشياء المهمة التي يجب أن يحفظها الناس ويتعلموها كذلك. وهذه الثقافة العلاجية يجب أن تعم في جميع البلدان العربية والبلدان الإسلامية. يجب أن نتفق كلنا ونوحد هذه الطرق واستعمالات، يعني فأنتم الآن يعني تصلكم معلومات دقيقة عن الكمية وكيفية الاستعمال، وألا يتهور الناس مع هذه الأعشاب فقط، والأعشاب كلها صالحة. الأعشاب طبعا التي ليس لديها سمومية، وهي هذه الأعشاب التي نتكلم عنها. الماء يتعلق الأمر بعشبة قوية أو فيها سمومية، فطبعا سنخبركم في هذه المساء. نتكلم عن أهمية أوراق السدر. فكل البلدان العربية السدر معروف بهذا الاسم، وكذلك في القرآن. وهذه الشجرة كل الناس هي شجرة توجد في كل البلدان، يعني توجد في بلدان الخليج، في الشام، في مصر، في السودان، في البلدان المغاربية، توجد في كل البلدان. هذه ستقرؤون يعني هذا التوثيق، يعني ستقرؤون في بعض الأبحاث لأنهم يعني يتكلمون عن أصل السدرة. هذه السدرة، أصل السدر هو الصين، ليس صحيح. أصل السدر هو يعني كوكب الأرض، ويوجد في جميع المناطق حتى في البلدان الأمريكية، البلدان الأوروبية لا، لأنها شجرة تحب الجفاف وتحب الطقس الحار. يعني كلما كانت الحرارة مرتفعة، كلما هذه السدرة كان أوراقها خضراء ويعني وتنتعش. هذا خلق الله. وهي تزهر في شهر سبعة، ويعني الآن هي تزهر الآن، لها زهرة صفراء، وهذه الزهرة كذلك مهمة. فهذا السدر هي شجرة مشوكة، فيها أشواك، فيها أوراق صغيرة يعني بحجم سنتيمتر، يعني مساحة سنتيمتر، فهي تجمع الآن. من الأحسن الناس في البوادي وفي الأرياف، المناطق النائية اللي عندهم السدر، فهي تجمع الآن. الأوراق تجمع الآن، تجمع ابتداء من شهر ستة، ستة وسبعة، لأن من بعد هذه الأوراق طبعا يعني السدرة لما تزهر وتخرج العناب، هذا النبق، تخرج حبوب النبق، فهي تتوقف عن يعني هذه الأوراق، يعني لا تخرج، ثم تدخل في فصل الخريف فهي تفقد الأوراق. فهذه السدرة أو شجر، هذه السدر، شجر السدر موجود في كل البلدان. فقط يعني أن تقطعوا، هنا في المغرب يستعمل الفلاحون يستعملون المنجل، هذا المنجل كيحشوه، فيعني لأنه مشوك يجب أن تدفعه بشيء. بحال في المغرب الطريقة هي المذرة والمنجل، يعني كيقبطوها بالمذرة وتيحش بالمنجل. ولكن كانوا يعني يحيطون به المنازل لأنه هو مشوك ولا يترك الحيوانات تدخل، وكانوا يحيطون به المنازل ويحيطون به كذلك حتى يعني هذه البساتين اللي فيها الخضر واللي فيها الفواكه، لكي يحصنوها يعني ضد الحيوانات، أو لكي لا يدخل الناس لهذه الأماكن. فيعني تقطع هذا، تقطع هذه يعني هذه أغصان السدرة، تقطع وتترك 3 أو 4 أيام في الشمس، ثم يعني تضربها بعصا او بشيء هكذا تضربها. هذه الاوراق تسقط، هي سهله يعني تضربها تسقط. يعني من الاحسن ان تضعها فوق يعني ارضيه صلبه، ليس ارضيه صلبه يعني فوق فراش، يعني تفترش لها شيء يعني. ولما تضربها هذه الاوراق تسقط بسهوله، هي سهله، يعني فقط ان تنتظرها حتى تتيبس، حتى تتجف، ثم تسقط بسهوله. يعني حال ما تحرك يعني هذا الغصن فهي تسقط وهي تجمع، وليس بالضرورة يكون عندكم كمية كبيرة، يعني 200 غرام في السنة كافية للعائلة والإخوان ديالنا والأخوات. ونحن مجتمع يتراحم ويتكافل، فالناس اللي في البوادي وعندهم السدر الآن موجود بكثرة. هناك مناطق يعني الشطب هذا كنسمه موجود في كل المناطق وموجود بكثرة. فالناس في البوادي لا بأس يعني يديوا أجر عند الله سبحانه وتعالى، أن يجمعوا هذه الأوراق وأن يعطوها لذويهم وعائلاتهم أو أصدقائهم في المدن الذين لا يقدرون، لا حول لهم ولا قوة. وإلا فهؤلاء بائعي الأعشاب يعني سيستغلون الفرصة وسيبيعونها بثمن مرتفع، فلا تتركوهم يعني، حاربوا الجشع كذلك، ولا تتركوهم يعني يملؤون جيوبهم فقط من جهل الناس وكذلك من ألم الناس.
هؤلاء يملأ جيوبهم من ألم الناس، هم يبيعون أعشاب لمرضى، وربما المريض يكون لا زال له شهر شهرين ويتوفى، ويعني هو ويعني لا يهمه إلا المال، يهمه إلا المال، أما المريض يموت أو يشفى هذا لا يهمه. فيعني موجودة بكثرة، ويعني لماذا تباع؟ أنا أتساءل دائما لماذا تباع؟ لماذا من قبل كانت توزع على الناس، والله كثير من الأعشاب كنا في البوادي نوزعها على الناس في المدن بدون أي ثمن، بدون لا تباع. يعني الآن أصبح كل شيء يباع، والمال والجشع، ومع الأسف الشديد ملء الجيوب هو الذي أصبح الآن يسيطر على عقول الناس. أوراق السدر من الناحية الكيماوية دائما نبدأ مع التركيب الكيماوي، نبدأ بالتركيب الكيماوي. فهذا السدر بالإنجليزي جوجوب، وبالفرنسية لو جوجيبي، ويجب ألا تخلطوه مع الزيزفون، شجر الزفزوف، هذا كنسميه الزفزوف في المغرب، ألا تخلطوه مع شجر الزفزوف. هو ليس هذا الشجر، هو شجر السدر معروف كل الناس، الشطبة هذه كل الناس يعرفون السدرة، وكل الناس يعرفون السدر، ولا يبقى الناس يكتبون تعاليق هل هي، يعني إذا لم تعرف السدرة فاكتب في جوجل السدر، ثم يعني نقر على إيميج وسترى هذه الشجرة هي اللي كتعطي النبق، وهذا النبق راه فيه أنواع، فيه الصغير الحجم وفيه الكبير الحجم وفيه الأحمر وفيه الأسود وفيه الأبيض، في أنواع كثيرة حسب البلدان. نحن في بلداننا في المغرب عندنا تقريبا 5 أنواع من النبق، كان عندنا 11 نوع من النبق، مع الأسف الشديد الآن عندنا 5 أنواع من النبق. هذا النبق والصغير الأحمر، الصغير الأحمر هذا العناب هو الجيد، يعني هو. فهذه أوراق السدر مرة شديدة المرارة، هي مرة، لا تقري، هناك الحار والمر لكي نعرف المذاق. الحار هو الفلفل، الفلفل هذا مذاق حار، مذاق مر هو مذاق هذه الدفلة، مدام مذاق الدفلة ومذاق أوراق الزيتون، والزيتون قبل التخمر، هذا مذاق مر، نسميه مذاق مر. جميع الأشياء في الطبيعة اللي فيها مذاق مر فيها جليكوزيدات، وهذه الجليكوزيدات هي غالبا تكون تيربينية وهي علاجية. جميع الأشياء المرة في الطبيعة هي أشياء علاجية، بما في ذلك الخضار المرة، هناك القرع الأخضر المر كذلك فيه علاج. وكان من قبل قتاء في المغرب، كان عندنا قتاء مر، كان لا يأكله الناس لأن مذاقه مر ولا يحبونه. الزيتون مر، السدر مر، الرمان أوراق الرمان مر كذلك. جميع الأشياء اللي عندها مذاق مر فهي علاجية، يعني هذه قاعدة عامة. فهذا الأوراق السدر لا نتكلم عن فاكهة النبق، نتكلم عن أوراق السدر لنكون يعني واضحين. فأوراق السدر تحتوي على السابونين، السابونين مكون قوي جدا، لأن من جملة هذه السابونين هي 5 أنواع، من جملة الروتين يعني سنتكلم عنها. تحتوي على السابونين، على الفلافونويدات، وعلى حمض البيتولينيك، وعلى الطنا، هذه المواد الدابغة، على الدباغ، هذا الطانيك أسيد، حمض الطانيك. وتحتوي كذلك على جليكوزيدات، هذه جليكوزيدات وهي تيربينية ثلاثية، تري تيربينيك جليكوزايدز. هذه الجليكوزيدات هي التي تعطي مذاق مر، صابونين كذلك مذاقها مر. فهذه فنبدأ بالمكونات، هذه المكونات يعني تقريبا 5-6 مكونات هي المكونات الأساسية القوية في أوراق السدر، والمذاق المر لأنها تحتوي على جليكوزيدات، كذلك أوراق شجر الزيتون، أوراق الزيتون مرة، لماذا؟ لأن فيها جليكوزيد الأوروبيين، هذه فيها الجليكوزيدات، وهذه الجليكوزيدات هي التي هي جليكوزيدات كثيرة يعني في هذا. فهذه المكونات تجتمع بهذه التركيبة، دائما هذا خلق الله، لا يقدر عالم ولا باحث يعني أن يجمع هذه المركبات يعني بها في هذه التركيبة بتراكيز معينة. السدر في اليمن، والسدر في المغرب، والسدر في الصين، والسدر في العربية السعودية، والسدر في الأرجنتين، فهو عنده نفس التركيب ونفس التركيز. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا يقدر أحد هذه الأشياء، لا يقدر عليها أحد. نحن نشخص، ندرس، ويعني نفحص، وكذلك ندرس الخصائص، نعم، لكن أن نغير هذا الخلق لا يمكن.
فهذه المركبات مجتمعة مع بعضها من جملتها اثنين تسوي السكر في الدم، هي تحفظ من السكر. أولا الأشخاص الذين يتخوفون من سكري، يعني شيء قليل من أوراق السدر، يعني أقول شيء قليل جدا، يعني ما تأخذه بأسبوعين، شيء قليل يكفي، ليس بالضرورة تأخذ ملعقة كبيرة، يعني شيء بأسبوعين، تأخذ بأسبوعين يكفي مع كأس ماء تشرب، يكون مطحون، هذه أوراق مطحونة. هناك أشخاص يعني الأوراق تغلف الماء، ولكن لا، أوراق السدر لا، تجفف تطحن على شكل بودرة مسحوق، ثم يؤخذ منها قليل، هذه يعني أبت بأسبوعين، يوضع في كأس ماء صغير ثم يشرب. فهذه المكونات نلاحظ أن هذا حمض البيتولينيك، وكذلك الجليكوزيدات اللي هي السابونينات، السابونينات فيها الروتين، والاثنين هما الحمض البيتولينيك، هو ثاني مصدر لحمض البيتولينيك في الطبيعة هو السدر، وأول مصدر هو نبات القضبان، نبات القضبان بالإنجليزي the birch birch the birch tree، ويسمى كذلك لوبولو بالفرنسية لوبولو، هذا هو النبات أول مصدر لحمض البيتولينيك. حمض البيتولينيك يعالج سرطان إذا كان تركيز جيد. ثاني مصدر لحمض البيتولينيك هما السدر، يوجد في النبق في الفاكهة، ويوجد في أوراق السدر، تركيز عالي، يعني تقريبا 900 ضعف التركيز الذي يوجد في التمار، يعني الأوراق أقوى من التمار من حيث القوة العلاجية. والتمار كذلك سنتكلم عنها لأنها ممكن أن تستعمل مع الأوراق. فهذه أوراق السدر أولا فهي أمراض، هذا أولا هي سرطان، لماذا؟ لأن مضادات للأكسدة وحتى مضادات للالتهابات، هي تسكن هذه الألم، الالتهابات كذلك. لكن السرطان والسكري المعروف على السدر، السرطان والسكري هو يكبح السرطان، علاج ربما يدخل في علاج لما لا، لكن يعني الأبحاث يعني الدقيقة ويعني المعلومة الدقيقة هو أنه يحفظ الجسم من السرطان، وهذا شيء مهم، ويحفظ الجسم من السرطان عبر يعني تنشيط نظام الأبوبتوزيس داخل الميتوكوندريات. وكلما ارتفع وتقوى نظام الأبوبتوزيس كلما تراجعت الخلايا السرطانية، كلما انخفضت هذه حادث الأبوبتوزيس في الجسم، كلما انخفض يعني أو يعني توقف، كلما تكاثرت الخلايا السرطانية. ولذلك الأشخاص الذين يتناولون شاي، إذا كان الناس يحبون مغلى أوراق السدر يعني لا بأس، لكن أن تستهلك كلها أحسن، يعني كي يستفيد الناس من كل المكونات، يعني تشرب مع ماء أو يعني تضاف مع عصير خضار أو مع عصير فواكه، لما لا. فهي الأشخاص الذين يتخوفون من السرطان يتناولوا السدر، لأن هناك أشياء تحفظ الجسم تكبح السرطان، هناك أشياء تعالج السرطان، يعني تكبح السرطان طبعا تعالج السرطان. لماذا؟ لأن إذا يعني هذه الأبوبتوزيس هي التي تمكن يعني هذه الجسم من يعني توقيف هذه الخلايا السرطانية، تتوقف على الأقل، لا تكون ميتاستيزيس في الجسم، يعني لا يكون سرطان معمم في الجسم ينتشر في جميع الأعضاء. فهذه الاثنين يعني الاثنين هذه يعني ثابتة. سنتكلم عن مزايا أخرى كذلك، وهي أول مرة ستسمعونها أكيد، أن السرطان والسكري، الأشخاص اللي عندهم سكري وهو ما بين الأسبوعين يعني في كأس ماء يعني ويشرب مع الوجبة، لما لا، فهو يسوي سكر في الدم. والذين يتخوفون من السكري كذلك يتناولون هذه أوراق السدر لأنها تحفظ من السكري، لأن كثير من الناس الآن يخبرهم طبيب بأنهم يعني في طريق السكري، وما يعني تكلمت عنهم أنا في حلقة ما قبل السكري. الأشخاص الذين يتخوفون من السكري النوع الثاني، النوع الأول والنوع الثاني، فيتناولوا أوراق سدر مرتين في الأسبوع، لما لا، يعني لا تضر، بالقدر ضئيل لا تضر، ولو تناولها الناس لمدة طويلة لا تضر.
هذه بالنسبة للسكري، بالنسبة للسرطان الثابت، يعني الثابت على أوراق السدر السكري والسرطان، هذه أشياء ثابتة. ثابتا نعم، لكن معروفة، أشياء المعهودة والمعروفة، يعني بالنسبة للعشاب المعالجين يعلمون هذه الأشياء، لكن هناك أشياء لا يعلمونها، وهي أن هذا السابونين، نحن في هذا، في علم هذا الانتجريتيف ميديسين، نحن نعمل بالجزيئات الطبيعية عوض أن نعمل بالعقاقير الكيماوية، ونعلم يعني خاصية كل عقار كيماوي، كل مركب كيماوي. فالسابونينات موجودة في كل نبات، يعني حتى في الخضر موجودة بكثرة في الخضر. السابونين يعني هي موجودة في شجرة الفلين، السابونين موجودة بكثرة في شجرة الفلين، هذا البلوط، وتوجد حتى في الخضر، كل الخضر فيها السابونين، موجودة في البصل، في الكرات، في الثوم، في هذه كلها فيها، في الأسباراغوس يعني هذا السكوم، موجودة في هذه النباتات الشتوية موجودة فيها السابونين، سابونينات وليس سابونين، هي يعني أنواع كثيرة. فهناك مكون الروتين، هذه السابونينات فيها مكون الروتين من جملة السابونينات، وهو نسبة عالية في أوراق السدر. السابونينات قليل من يعلم بأنها ترفع مستوى التستوستيرون عند الرجال، فهي تسوي هرمونات عند النساء أكيد، لكنها ترفع التستوستيرون. لماذا؟ لأن هناك حوادث يتعرض لها الرجال تجعل التستوستيرون تنخفض، لما تنخفض التستوستيرون فقوة الرجل الجسمانية العضلية والفيزيولوجية وكذلك الهرمونية تتراجع، لأن كلما كانت التستوستيرون مرتفعة كلما كان الإنسان قوي. ويعني حتى يعني أنا كنت اقترحت بأن تكون مراقبة علمية لكي لا يظلم الناس يعني بعضهم بعض، فمثلا هذو الرياضيين الذين يمارسون الرياضة، والرياضة الاحترافية والرياضة الفردية، مثل الملاكمة، مثل التنس، مثل أشياء هذه، هذو يحتاجون قوة، وقوة كبيرة جدا، مثل حمل الأثقال، مثل هذو يحتاجون كمية تستوستيرون مرتفعة. مستوى هؤلاء إذا كان مستوى التستوستيرون منخفض، ويكون شخص عنده مقابلة، مباراة في اليوم الثاني، تكون كارثة، لا يمكن أن ينتصر. ولذلك حتى هاد المدربين للفرق والرياضيين كنا تكلمنا يعني بأن تدرس الأمور كذلك علميا وليس طبيا، تدرس من الناحية الغذائية ومن الناحية الفيزيولوجية وليس الطب فقط، لأن الطب يستعمل عقاقير كيماوية ويستعمل بعد رشاش على العضلة لكي لا يحس بألام إلى آخره، وليس هذا هو الحل. الحل أن يكون مستوى التستوستيرون مرتفع، هذا هو المهم. فيعني هذه السابونينات المعلومة التي يعني لا يمكن أن تسمعوها. فنحن نعلم يعني خصائص المكونات. السابونين موجودة بتركيز جيد في أوراق السدر. روتين، نوع الروتين هي خمسة أنواع من السابونينات، وهذه ترفع مستوى التستوستيرون عند الرجال، هو شيء مهم جدا. فمتى ينخفض التستوستيرون؟ طبعا ينخفض لما يتعرض الرجال لبعض العلاجات الثقيلة، مثل الكيموثيرابي، مثل الرويدوثيرابي، مثل تناول بعض الأدوية. كثير من المضادات الأنتيبايوتيكس كذلك تخرب التستوستيرون، وكثير من الرجال تخربت لديهم، لأن يعني الرجل إذا تخربت التستوستيرون يصبح لا شيء. كثير من الأدوية تخرب التستوستيرون، والطبيب لا يخبر المريض، ثم في الأخير يبدأ يشتكي، وأنا تغير حالي وأصبحت يعني هذا، وأصبحت لدي برودة وأشياء. لماذا؟ لأنه لا يعلم بأنها المضاد. ولذلك هذه المضادات يجب أن تقوم ببحث على الجوجل، يعني اسم المضاد الذي يصفه الطبيب، دخل على الجوجل وانظر ما هي يعني الأعراض الجانبية، لأن يعني كثير من الأنتيبايوتيكس، كثير من المضادات تخفض التستوستيرون، وكثير من المضادات كذلك تخرب النظام الهرموني عند النساء، ولكن النساء يعني لا تعلمنا، والطبيب لا يخبر المريض بهذه الأشياء. فهذه الأوراق السدر فهي تقوي وتحفظ، على الأقل تحفظ التستوستيرون من التخريب، لما يخضع الشخص لعلاج كيماوي أو لتناول بعض المضادات الحيوية أو بعض العوامل التي تجعل التستوستيرون تنخفض، لمن حتى الكوسميتيك. الكوسميتيك كذلك يخرب التستوستيرون، يعني هذه صابون الحلاقة والأشياء التي يعني الرجال لا يعلمون هذه الأشياء، يعني حتى الصباغة، صباغة الشعر والأشياء هذه كلها يعني تخرب التستوستيرون. ثم مواد البلاستيك وأشياء أخرى، فليور وأشياء. فالسدر يحفظ نظام التستوستيرون من التخريب، شيء مهم جدا.
ثم شيء آخر كذلك، وهو يجب أن لا يتناول الناس اللي عندهم طفيليات بارازايت، اللي عندهم لي بارازيت في الأمعاء، بارازايت الطفيليات في الأمعاء، يجب أن لا يتناولوا أوراق السدر. فهذا شيء مهم جدا، لأن من الأشياء التحفظ حول أوراق السدر هذه الأشياء فقط للأشخاص اللي عندهم طفيليات في الأمعاء، لا يضرهم، لكن يعني لا يضرهم بشكل خطير، لكن من الأحسن أن لا يقربوا أوراق السدر، لأن هذه أوراق السدر ربما تحدث بعد أشياء خطيرة على مستوى الأمعاء، على مستوى الجهاز الهضمي، وربما يكون نزيف دموي. من الأحسن أن يبتعدوا. هناك أعشاب أخرى يعني كذلك تصلح وليس أهل. نصل إلى هذه الانفكشن، هذه التعفنات على مستوى الجهاز التنفسي، وهو ما وقع مع هذا الوباء. كان هناك تعفنات على مستوى كان نسميهم الأيريال انفكشن، هذو يعني القصبة الهوائية ويعني الجهاز التنفسي العلوي. هناك تعفنات كثيرة بما في ذلك الأنف، وبما في ذلك الجيوب الأنفية، وبما في ذلك الحنجرة. ويعني أوراق السدر تصلح لهذه التعفنات، ما بالعكس هي تقضي على هذه التعفنات يعني تماما. لكن يبقى خاصية يعني أوراق السدر هي خاصية قوية. لماذا؟ لأن قوة المضادة للأكسدة، يعني المذاق المر يعني لا يناقش، يعني وهناك أوراق أخرى كذلك مرة لديها نفس المفعول، ولماذا كذلك لا يستفيد من الناس، وهي أوراق الزيتون وأوراق الرمان. أوراق الرمان كذلك مرة، وهذه أوراق السدر. هناك من يحب شاي أوراق السدر لملاق جيد، لكن أن تأخذ بثلاث أصابع، يعني البودرة تأخذ بأسبوعين والأوراق تأخذ بثلاث أصابع، شيء بسيط في كأس ماء مغلى يعني هذا، وتتركه شيء يعني انفيوجن، شيء تيزانة، ممكن مرة، لكن فالله سبحانه وتعالى يعني وضع على كل شيء حساب، وليس والله أحسن الخلق وأتقن الخلق. اثنين، فممكن يعني أن يحل هذا المشروب، هو شيء جميل كذلك، هذه أشياء لا تسمعونها، ممكن أن يحل هذا المشروب المر يا أوراق السدر، يحلى بفاكهة السدر النبق، هذا النبق لأنه حلو ولا يضر أصحاب السكري، يعني لا يضر، لا حلو ولكن لا يضر أصحاب السكري. فممكن أن يحلى هذا النبق، يكون مطحون على شكل بودرة، ثم تضاف ملعقة صغيرة يعني لهذا الشراب أوراق السدر، وتجتمع خصائص الفاكهة وخصائص أوراق السدر، ويعني ممكن وسيكون شراب جميل جدا. سترون، ممكن جربوا، سيكون شراب جميل جدا لما يحلى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق دائما الأشياء العلاجية، الأشياء العلاجية كلها مرة. فهذه نوى العنب، العنب فيه حصوات، فيه حبوب داخلية، فالناس لا، كثير من الناس لا يحبون العنب، لا يحبون هذه النوى في العنب، لا يحبونها، ويجب أن تمضغ هذه الحبوب، يجب أن تمضغها جيد ثم تبلع. فهذه المكون ريزيراترول هو مركز في هذه النواة، إذا لم تمضغها فممكن تخرج مع الفضلات شرف الله وقدركم بدون أن تهضم، بدون أن تعطي أي أهمية، وذلك يجب أن تمضغ جيد، أن تمضغ. فكثير من الأشخاص لا يمضغون العنب جيد فقط لكي يبلعوا هذه الحبوب، يعني وهناك من يفضل عنب بدون هذه النواة. هناك عندنا أنواع في المغرب، أنواع عنب صغير هذا ليس فيه نواة، وهذا عنب سكر فقط، يعني بماذا يفيد الجسم؟ فيه ريزفراترول قليل، نعم. فانظروا، فالله سبحانه وتعالى جعل السكر في العنب، وجعل هذه المادة المرة في نوى العنب، وكأن الله يعني يحلي هذه النوى مرة، وكأن الله يحليها بهذا السكر. لما تمضغ العنب لا تحس بالمذاق المر، فقط تمضغ جيد، هي يعني ليست صلبة، يعني امضغ جيد. وكثير من الأشياء المرة جعل معها الله سبحانه وتعالى، جعل معها سكر لكي تحلى، لكي يقدر عليها الناس. فجميع النوى، النوى الأشجار كلها يعني كلها نافعة، يعني فهذا النبق يعني أوراق السدر تؤخذ يعني بمعاء النبق مطحون، تحله بنبق مطحون، الذين يحبون شيئا،
وحتى الذين يشربون هذه الأوراق النبق يعني مسحوقة مع ماء ممكن تحل كذلك بالنبق يعني بهذه الفاكهة، هذا العناب يكون مطحون ممكن يعني تحل به هذه الأشياء. معلومة فقط، سنتكلم عن العناب، النبق نتكلم عليه، هذه الفاكهة سنتكلم عنها طبعا في حلقة لوحدها، فقط يعني معلومة سابقة لأهل أوانها، وأن جميع الأعشاب وجميع الخلطات العلاجية التي يهيئ الناس في منازلهم، هناك نساء يعني تخلط مثلا زعتر مع حلبة، تكلمت عن بعض الأشياء مثلا التي تعمل مع بعضها، مثلا زعتر مع الحبة السوداء، زعتر مع الحبة السوداء والحلبة والكروية، هذه تعمل جيد بالنسبة للسرطان. لكن لما نضيف النبق، هذا لما نضيف النبق مطحون مع هذا مثلا مع أي خلطة مع أي عشبة، فيصبح مفعولها 3 و4 أضعاف يعني أقوى. مثلا الذين يتناولون زعتر، مثلا تناولون زعتر إذا أضفتم مع النبق هذا النبق، فمفعول الزعتر سيرتفع، لأن النبق يعني هو يدفع جميع العلاجات، يزيد في جميع العلاجات، هذا النبق عنده دور كبير، ويجب ما الناس يشتروا أعشاب أو يريدون أن يتعالجوا بها أو شيء، يجب أن يشتروا شيء بسيط يعني 100 جرام أو 150 جرام فقط من هذه النبق، هذا النبق هذا هو موجود بكثرة، النبق موجود حتى أنه كان يباع على الطرقات، يعني في المغرب كان يباع على الطرقات يعني 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم، يعني هذه يعطيك يعني قنينة مملوءة، يعني كان يباع على الطرقات وليس يعني ثمن مرتفع، وموجود بكثرة عندنا مناطق، يعني كان الناس يجمعون أكياس شكارة كبيرة يعني أكياس من هذا النبق، هذا مناطق فيها الشطب فيها السدرة. فهذه المكونات هي مكونات قوية جدا، لأن هذا الجليكوزيد المر هو مهم جدا كذلك للذين لديهم مشاكل أمراض القلب والشرايين. فيعني هذا لماذا؟ لأن جميع الأشياء المرة تثبط الكوليسترول، تثبط عمل الكوليسترول، بما في ذلك الأوروبيين في الزيتون، وما في ذلك الرمان، الرمان في حمض الطنيك وفي حمض الكلورجيني كذلك في أوراق الرمان. يعني هذه الأمراض القلب والشرايين كذلك أوراق السدر تفيد في أوراق السدر كذلك في أمراض القلب والشرايين. ثم لما يعني هذه أوراق السدر لما تتناولها كشاي إما مسحوقة مع ماء أو إما مغلى أوراق السدر، لما تحلى بهذه الفاكهة، لما تحلى بالنبق فهي تساعد على النوم، هي ضد الأنسومنيا، هي تساعد على النوم وعلى الاسترخاء. فيعني هذه في الصين هذا الفاكهة تستعمل ضد عدم النوم، يعني ليس عدم النوم، ضد الضجر والتوتر والأنسومنيا والخوف، هي تستعمل في الصين في الطب الصيني تستعمل لهذا الغرض. ليس هناك أبحاث كثيرة كما ستلاحظون على بنك المعلومات، ليس هناك أبحاث كثيرة، وأن جل الأبحاث الدقيقة القوية التي أجريت يعني على السرطان على الفئران على الإنسان على جميع هذا أيام هي في الصين، يعني الصينيين هم اللي درسوا هذا السدر، درسوه دراسة دقيقة وقوية ولم ينشروا، غريب، لأن يعني الصينيين ما كينشروش، حنا اللي ننشر، ها باحثين في الدول العربية، لقد نشرت في مجلة دولية، ولما كتكلم يقول لك هل نشرت تبع معلم، يعني أصبح لدينا هذا الإله الذي يعبد، إذا لم تنشر فأنت لست باحث. الصينيين لا ينشر، ولذلك أنا لما يعني اكتشفت أن بعض البلدان لا تنشر الأشياء القوية فتوقفت عن النشر، ولذلك أخبرتكم بأن عندي تقريبا 36 بحث علمي لم أنشرها، لأن فيها أسرار وهي اللي فيها العلاجات، فيها السرطان، فيها يعني مرض أمراض مناعية الذاتية، فيها ارتفاع الضغط، فيها أشياء كثيرة فلم أنشرها، وهي التي الآن أعمل بها على شكل معلومات، يعني هذه الأشياء التي كنت سأنشرها هي الآن التي يعني أخبركم بها لما يتعلق الأمر بنوع من السرطان، أو فعلا أن أعطيكم طريق. والبروتوكول الذي يعني تكلمت عنه هذا بروتوكول دكتور محمد فيل، هذا البروتوكول هو الذي كنت أستعمله منذ 2001، والذي كنت أستعمله مباشرة مع الناس هكذا مع جميع الناس، ويعني من 2003 تقريبا بدأت النتائج، من 2003 حتى 2013 يعني كانت آلاف الحالات، آلاف وليس مئات، آلاف الحالات استفادوا من هذه الأشياء. ثم لما جاء هذا الوباء رأيت أنه من العار ألا أن ننفع الناس،
يجب أن ننفع الناس، ولذلك فهذا البروتوكول في جميع الأشياء، في الأعشاب، فيه الأغذية، فيه التوابل، فيه البذرات، فيه البقوليات، فيه النشويات، فيه الفواكه الطرية، فيه الفواكه الجافة، في السمك، في زيت الزيتون، فيه جميع الأشياء، هو متكامل. والأشياء القوية التي يعني توقف المرض، إن كثير من الناس غيروا، أنا ما طلعش أحسوا بتحسن، نعم تحس بتحسن، فأنا لما طلعش هو كل شيء، نعم تحس بتحسن، ثم يعني أكمل طريق، أحسست بتحسن 40-50%، أكمل طريق، يعني شوف مكملات ويعني أعشاب تشرب، وهذه الأعشاب التي مع بعضها ثم تضاف مع الأغذية، تدمج مع الأغذية، يعني هكذا يجب أن يتعلم الناس. يعني هناك هذه حتى الأطباق في المغرب، الوجبات الغذائية التي كانت تستعمل فيها البذرات لم تعد في المغرب مع الأسف الشديد. لا زال المناطق الجبلية، هذه المناطق المناطق الأمازيغية كلها في المغرب، من الريف والأطلس وسوس، هذه كلها مناطق لا زال يعني في البوادي لا زال عندهم بعض الوجبات، لكن في المدن النساء لا تعرف هربل ولا بركوكش ولا فتيل الشطبة ولا تعرف حتى الصيكوك. الناس يعني الصيكوك هو كأنه شيء هكذا يتناول الناس، الصيكوك كان يعيش به الناس، الصيكوك كان يفطر به الناس وكان يعيش به الناس، الناس عاشوا بالصيكوك، لكن الناس الآن يحسبون أن هذه الموائد مملوءة بكثرة الأطباق هي العيش الجيد وهي الرقي، هذا خراب بالنسبة لي أنا. هذا تخيل. عموما نعود لموضوعنا، فأوراق السدر هذه المكونات القوية، هي كل عشبة فيها تركيبة سر، يعني الله سبحانه وتعالى جعل يعني يختار المركبات التي يجعلها في عشبة معينة، والله هو الذي خلق هذه الأشياء، وليس بدون كلام. يعني لماذا؟ لأن لا يقدر أحد يعني أن يحفظ كل هذه يعني كم من الكيماويات التي تكلمت عنها في كل أشياء. نحن سنين وسنين ونحن نحفظ هذه الأشياء، ولا نحفظ إلا المركبات القوية، لأن كل عشبة فيها 60-70 مكون وليس 5، لكن نأخذ مكونات اللي عندها تركيز عالي واللي هي اللي عندها دور في العلاج، لكن لا هذا لا يعني على أن إذا استخرجناها لوحدها ستعالج، ليس صحيح. يجب أن تكون العشبة كلها، لأن هناك مكونات توجد بتركيز ضئيل، ولو أنها بتركيز ضئيل فلها دور، لماذا؟ لأن هي التي تحفز وتنشط هذه المركبات الأساسية بتركيز يكون تركيز قوي فقط. فيعني هذا أوراق السدر لا يبقوا الناس يكذبون عليكم ويعطوكم لائحة يعالج كذا، ليس صحيح. أشياء التي تكلمنا عنها هي هذه، طبعا جميع الأعشاب تنفع الجسم، لما لا؟ فلما نقول مضادات للأكسدة طبعا تنفع جميع الأمراض، لماذا؟ لأن الأمراض المناعية الذاتية، ما هي الأمراض المناعية الذاتية؟ هي تأكسدات داخلية، فهي هذه يعني النظام هذا المناعي أصبح تؤرقه كثير هذه الكيماويات، فهذه الخلايا فقدت برمجتها وبدأت تنتج الأوتو أنتيباديز يعني موجهة ضد الجسم نفسه، لكن هذا لا يعني أن هذه الأشياء تنفع الأمراض المناعية الذاتية، تنفع الأشخاص اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، تنفع كذلك الجهاز الهضمي فقط، الأشخاص اللي عندهم طفيليات لا. يعني ووضحنا. وكاين معلومة أخيرة هو أن هذه المكونات عجيب، شيء عجيب، ولذلك قوتنا وهي أننا نحفظ خصائص المكونات الكيماوية وليس خصائص العشبة. يعني ننظر العشبة على المكونات التي تحتوي عليها، ثم من خلال التركيبة نعلم لماذا تصلح. أتمنى يعني تكونوا فهمتوا، يعني لما هذه التركيبة نحن نرى التركيبة، يعني واش الكويرسيتين، السابونين، فيها الفلافونويدات، فيها البوليفينول، فيها أشياء، فنحن نعلم يعني من خلال هذه المركبات العشبة لماذا تصلح، وليس العكس. هناك من يقول هذه العشبة تصلح لكذا وكذا وكذا، نحن لا نصدق هذا الكلام، ننظر التركيب، ولذلك أعطي التركيبة الكيماوية لتكون هذه المعلومات مميزة، وليس هناك شخص يعطيه على هذا الشكل. هذا يعني هذا طريقة ذكية، ولماذا؟ لأن دائما أنظر في البيداغوجيا كيف أوصل المعلومة للناس وكيف يفهمونها الناس وكيف ممكن أن يطبقوها بسهولة. يعني التعريف وتشخيص المكونات الكيماوية، المركبات القوية الأساسية، يعني خصائص العشبة، ثم الكمية، يعني كيف تستهلك وكم، يعني هل تشرب على شكل مغلى أو مسحوق إلى آخره، ثم لماذا تصلح الأمراض التي تصلح لها هذه العشبة. هذا هو الشيء التي جميع الأعشاب سنتكلم عنها بهذه الطريقة، لكي يسهل على الناس حفظ هذه الأشياء وكيف يتعاملوا بدون خوف، بدون تخوف،
لأن هناك سيخوفونكم، سيفزعونكم، سيزعجونكم، لأن هنا النشر الصحافة الورقية والتلفزيون والإذاعات ويعني والأطباء وكل شيء الآن يتكلم عن أعشاب خطيرة مسمومة لا تعالج، أعشاب لا يمكن كذا، ويضحكون عليها يسخرون منها، ليس صحيح، لا تصدق أحد. لا يمكن أن يخلق الله الإنسان في الكون ولا يخلق له المكونات التي يعيش بها. نعود أعيد أعود أخ لا يمكن أن يخلق الله إنسان ينفخ فيه من روحه ولا يخلق له المكونات التي يعيش بها، اللي هي الهواء أكسجين، واللي هي الأغذية من أجل الطاقة، واللي هي الأشياء التي تحفظ الجسم من المصائب. كذلك خلقها الله في الطبيعة، خلق الأكل وخلق كذلك العلاج، خلق الأكل من أجل الطاقة وخلق كذلك الأشياء التي نتعالج بها. ويعني فقط هذه المعلومة هذه اكتبوها في ورقة كبيرة إن شاء الله، ولصقوها في باب المنزل، إن لا يمكن أن لا يكون. لكن هذا العلاج هل يعلمه الناس أم لا؟ طبعا لا يعلمه الناس. والآن مع هذا الاكتشافات الكيماوية، مع تقدم الصناعة الكيماوية، ويعني الآن خروج هذه العقاقير الكيماوية التي يكتبها الأطباء، فالآن يعني طمسوا جميع العلاجات الطبيعية. لماذا؟ لأن العلاجات الطبيعية لا يمكن أن يحفظوها بأسمائهم، باتنت يعني بغوذي، باتنت لا يمكن يسجل باتنت لعشبة، لأنها ليست ملكيته، هي ملكية الله، فيجب أن يغيرها وراثيا ثم ممكن يحفظها. إذا غير الشيء وراثيا يصبح ملكيته، يعني حتى الإنسان مثلا إذا غيروه وراثيا يصبح ملكيتهم، يتصرفون فيه كيف شاء، يصبح يعني هذا عبد من العبيد، سليف، ويتحكمون فيه. ولذلك الإنسان الغير مغير وراثيا ليس لهم الحق في أن يتصرفوا فيه أو معه. فهذه أشياء أن يفهم الناس الأمور هكذا، وإن شاء الله سيكون هذا البرنامج يعني سيتعلم الناس كيف يعالجوا أنفسهم، ولا يتكلون ولا يعولون على أحد، أن يعالجوا أنفسهم. عالج نفسك، ممكن، أنا أقول ممكن 100%، فقط أن تعلم هذه الأشياء، وإن شاء الله معلومات سنعطيها للناس فقط. يعني الأشياء الموجودة، وهذه الأشياء موجودة في كل البلدان، يعني لولا أن هناك طرف يغتني من هذه الأشياء وينتهز فرصة أن الناس يجهلون هذه الأشياء، لا يعرفونها، ويعني طبعا هو سيأتي بها من الجبل ثم يبيعها بأثمان مضاعفة، وهذا شيء ليس من الدين وليس معقول الاثنين. نعم، فالله سبحانه وتعالى أحل البيع، نعم، لكن ليس يعني يكون فيه مضاربة، ليس بالمضاربة، وليس يعني بالاحتكار. الناس يحتكرون السوق الآن ويبيعون بالأثمان التي، فالاحتكار حرام في الدين بدون نقاش، الاحتكار في التجارة حرام في الدين الإسلامي، وكثير من الناس ينسون هذه القضية دي. أنك تأكل حرام، أنك تأكل سحت، لا يمكن أن تقوم، لا يمكن أن يقوم الذي يأكل السحت، لا يمكن، ولو أنه يظهر لك أنه عنده فيلا وعنده مال وعنده، لا يمكن أن يقوم، ممكن يصاب بمرض ثم كل هذه الأشياء تزول، يعني في أقل من دقيقة إذا أراد الله طبعا.